جمال نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، واسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. عندما يموت عديد لا يختلف اثنان عن فضله وعن كرمه وعن خلقه، فإن العزاء فينا نحن. هذا إن كانت شهادة شيخ وشيوخ وكبار وصغار وحفظة القرآن وأئمة في مثل هذا الرجل، فكيف تكون شهادة الناس فيكم أنتم؟ فيك أنت وأنت وأنت يا من قصاص في جنب الله. هذا الرجل أفضى إلى ما قدمنا، وله علينا حق الدعاء، ولإبنائه جمال وزكريا حق الدعاء لأبيهما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد يوم القيامة يضعه الله في منزل يقول: أي رب كيف بلغت هذا المنزل؟ يقال له: بدعاء بنيك لك. ونشهد عند الله تبارك وتعالى ولا نزكيهم أنهم بروا أباهم قبل وفاتهم.